مات رسول الله، مات رسول الله، مات رسول الله، قد مات رسول الله. فانفجر المسجد بالبكاء، فهذا علي بن أبي طالب أقعد فلم يقدر أن يتحرك، وهذا عثمان بن عفان الصبي يؤخذ بيده يمنى ويسرى، وهذا عمر بن الخطاب أخرج سيفه وقال: من قال أن محمدا قد مات قطعت رأسه. إن محمدا لم يمت، بل ذهب للقاء ربه وسيعود، وسأقتل من قال أنه قد مات. فكان عزوتهم أبي بكر. أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه وقال: وصاحبه، وصاحبه، وخليله، وخليله، ونبيه، ونبيه، وحبيبه، وحبيبه، وصفيه، وصفيه، وصفيه. ثم قال: طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله، طبت حيا وطبت ميتا يا ابن عبد الله.